بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالته وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله تعالى به الامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعابدين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله، قد استمعنا لهذا الكلام من ايات سوره الانعام، والتي بدا الشيخ بقوله تعالى: ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون، ليقرر تعالى سنه من سننه التي امضى عليها قدر عباده او تخدير العباده. فرب العباد له كل صفات الجلال والجمال. صفات الجلال ما غلب عليها جانب القوة والشدة، وصفات الجمال ما غلب عليها جانب الرحمة واللطف واللين. ورب العباد كملت صفاته سبحانه وتعالى، ولذلك نلحظ هذا الملحظ سيأتي عليه الآن. من كمال كماله أنه تعالى لم يعامل عباده بمجرد ذلة، ولا يعاقبهم بمجرد معصية، بل لا يعاملهم بكل معصية، كل معصية أي. لذا بين تعالى السنة حين قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظالم دابة. لو أخذ العباد بمعصيه ما أبقى على الأرض لا إنسان ولا حيوان ولا دابة، كل الخلائق التي لها خلقت لمسحنا ومسحها، بل أشد من هذا. لو أخذنا فقط بظلم بعضنا لبعض، الظلم فقط مش بكل ما كسبنا. قال تعالى عن الأمر الآخر: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليهم دابة. إذا استحقاق إبادة البشرية بما كسبوا قائم، استحقاق إبادتهم بالظلم وحده قائم، ظلم بعضهم لأن تعبت، وبين يدي رب وتعتدي على عبيده، وعسى رب العباد يتركك، ومع ذلك بلطفه تركنا وأمهلنا رحمكم الله وأعطانا فرصة بعد فرصة. بل بين تعالى انه ما عاقب احد في التاريخ الا بعد ما رحل وتعب، وبعد الطاف ولدت، وبعد رحمات اخرت العقاب. فبين تعالى ان اعظم ما يعاقب الله عليه ظلم العباد للعباد، مش حقي هو. يعني الكفر لوحده لا يعاجل بالعقوبة عليه، بل يعاجل بالعقوبة على ظلم عباد لعباده. أنا خلقت عبادي حنفاء ليعبدوني، أنت لا تكتفي بضلالك، تعتدي على عباد ربك. ولذلك قلنا لا يغضب الرب شيء كما يغضبه عدوان عباد على عباد وظلم عباد لعباد. إذا ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغضب أن يزنى بأمته، أي امرأة خلقها أمتي، يعتدي عليها إنسان وعلى شرفها لضعفها ويزني بها، الأمر ده مغضب لله جدا، واللي يفعله دخل في عداد المغضوب عليه. إن إحنا بنستعيذ بالله منهم في كل ركعة،
بل كل أهل الإيمان يغضب عليه ومطالبين الغضب عليه. وزي خلي بالك لما جاء عند المغضوب جاء باسم مفعول المغضوب عليه ممن؟ من الله وكل من أحبه وآمن به واتبع دينه. وذلك موضع آخر قال أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. غير الضال في نفسه ولم يعتدي على غيره. أنا الضالي اسم فاعل، هو ضل حمل تبع نفسه. وذلك الضلالة هنا أهون كثير جاءت باسم الفاعل ولم تأتي اسم القوة. المغضوب عليهم أشد وأنك. فربنا تبين أن سبب العقوبات في التاريخ كله كان الظلم، العدوان لأبد الأبد. ومجرد الظلم نفسه حتى لو وقع وكان شديد لا يعاجل بالعقوبة عليه. وده ما فهمت الآية اللي احنا بدأنا بها الشيخ. لو يعاقب على مجرد الظلم كنا انتهينا كلنا. ما منا لازم الصحابة لما نزلت الآية فأي الفريقين أحق بالأمن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن مهتدون. كل الصحابة جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم جالسين على الركب مسجدين جدا وقالوا عبارة واحدة يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم. قال الصحابة بإيه؟ إن ما في واحد خلى من ذلة ومظلمة وقعت في حياته مع حد من عباد الله عز وجل. لو رب العباد هياخذنا مجرد الظلم لأهلكنا جميعا. أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح له المراد حين قال ليست كما تفهمون. ألم تقرأ قول عبد الصالح أي لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا مش مجرد الظلم نحرم به الأمن ونعاقب بحرمان الأمن، لكن حرمان الأمن بسبب الشرك وده أشد الظلم. أن تجعل الله ندا، أن تجعل الله ولدا. وضحت؟ لا شك هذا ظلم نفسك وعدوان على ربك. لكن مع هذا ربنا الذي يصرح إن الظلم هذا هو سبب الهلاك فقط، ولكن لا يعاجل به حتى يقيم حجته على ذاته، يبلغهم الحق ويلزمه الحج فيقطع عنهم الاعذار. ما في واحد يستطيع بعد ما الحق ان يعتذر ويقول ما عرفتش انا جاهل لم اعلم. ليقطع أعذار الناس كما بيّن أن هذه مهمة الرسل، قطع الأعذار. قال تعالى رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى ده دور الرسل، بيان الحق لكل الخلق بما فيهم من اعتدى وظلم. وده معنى مفاد الآية ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. لما يقول بظلم إيه المقصود بالظلم؟ ظلم وقع يبقى ربنا مش هيهلكهم بمجرد الظلم. ففيها أعذار وفيها معنى دقيق آخر ذكره ابن حجر وغيره. قال ولم يلبسوا فما كان ربك يهلك القرى بظلم أي بظلم منه لهم. فعد إهلاكهم بظلمه أو بسبب ظلمه قبل بيان الحق لهم فيه ظلم لهم ونزه الله ذاته عن ان يفعله. عشان بس نفهم الحفظ ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم اي منه لهم رغم ظلمهم عد تدميرهم وبدتهم واهلاكهم قبل بيان الحق لهم فيه لهم ظلم لهم. سبحانك ما احلمك ما أحلمك. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون قبل بيان الحق لهم
ولذلك رب العباد يصرح مضاخر يقول له ما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ما لم يصلهم رسول، ما لم يصلهم البيان، فجهلهم او عجزهم او ظلمهم فيه اعذار لهم. ولذا صرح ان الاهلاك في الامم التي هلكت كلها في التاريخ ما وقع الا بعد انقضاء مرحلتين دول بس في قتلى 1000 مرحله. فبعد ان ظلم وبين الحق لهم عادوا اشد ظلما ما كانوا. بدل من ان يتوبوا وانتهوا، لو تابوا وانتهوا خلاص القصه انتهت. الصحابه ظلموا في البدايه في الجاهليه، ومنهم استمروا ظلم سنين، لكن انتهى اصبح صحابه خلاص قصه الظلم انتهت. بل بدل الله سيئات حسنات باسلامه، جب الاسلام من قبله، بل بدلت سيئات حسنات. وده من الطاف الله علينا ورحمته. ازاي واحد ظلم سنين وتبدل سيئات حسنات؟ ولذلك خلي بالك الظالم نفسه عارف في المظالم. سيدنا ابو العاص لما اسلم جاء مهاجر بعد الحديبيه، ظل سنين يعاند النبي ورسوله 19 سنه يحارب الاسلام المسلمين 19 سنه حرب. فلما جاء مسلما تائبا وصل المدينه مهاجر، قال يا رسول الله استمرك بيعك. فبسط النبي منه، سيدنا عمر قال احجر امسك ايده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما احجمك يا عمر؟ قال يا رسول الله اشترط لنفسي. قال ما تشترط؟ قال ان يغفر لي ذنبي. انت رايح من ركبتها كلها، اروح منها فين؟ اروح منها فين؟ اشترط لنفسي ان يغفر لي، خايف من اموت. حتى جاء تائبا مسلما فعلمه النبي درس له وللبشريه. قال يا عمر اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله؟ يبقى لو واحد كافر وبلغ نهايه الكفر وتاب في لحظه، اللحظه دي تمحى ذنوبه فيصبح كوالدته امه. ما نستهينش الواحد جاي يعني في لحظه يقول يا اخوانا انا عايز اسلم وانطق الشهاده. اللحظه دي كان امه ولدته من جديد، كل معاصيه ومساوئه رب غفرت غفرت. ولو كانت قبل الغرارة بساعة، مادام قبلت التوبة وتاب الله وأسلم تجب ما قبلها. إذا نص الحديث يقول لا زال الله يقبل توبة عبدي ما لم يغرغر. إن وصل الغرغرة خلصت مع شيء التوبة، قبل الغرغرة بثانية لو تاب قبل التوبة. سيدنا جبريل يعرف هذه الحقيقة. لما لقى فرعون بيغرق مخبط خاف يتوب قبل ما يغرق. سيدنا جبريل بيغرق انه ازاي ادعى الالوهيه، ادعى الالوهيه، فمش عايزه يقول الشهاده قبل ما يغرق. فلما بيغرق انطق واخذ ينادي نجني يا موسى، وسيدنا موسى لا يرتدي انا بديك ايه يا ابني؟ ها؟ من 60 و70 هستجب بعد ما اتعملت كله. فسيدنا موسى ابدا مش مستجيب. سيدنا جبريل مش ادب، لا ده فعل فعلا ويحكي النبي هذا. يقول يا رسول الله لو رايتني وانا اخذ من طين اليم طين البحر فاضع في فيه فرعون، حط لي الطين في بقه في فمي طخ طخ طخ، كل ما يجي ها ينطق حط لي حته طينه، ها ادي حته طينه. لو رايتني وانا اخذ طين من طين اليم فأضعه في فرعون حتى لا يقولها. أول ما لقاه بكر سابه، فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به من أسرائيل. فجاء الرد الآن وقد عصيت قبل وكنت مفسدين. كنت التوبة قبل كده ماشي، دلوقتي لا، الآن انتهت. وصل معنا؟ إذا ندرك باب التوبة مفتوح الكل ولو قبل موته بساعة. أربع سنوات كنا في ألمانيا، حصلت قصة طريفة.
واحدة ستة ألمانية عجوز في التسعين من عمرها أو تجاوز التسعين وساكنة في الدور الأول فوق الأرض، والست حامية ومش قادرة تمشي، وابنها في عالم تاني وهي الولية تخدم نفسها بنفسها في بيتها في احتياجاتها من الخارج، رايح السوبر ماركت مش قادرة تمشي تجيب الشنطة جنب فيها أكلها ورايحة راجعة. وقدر الله إن دور الأرض في البيت استأجره عائلة مسلمة أخ مسلم، شاف المنظر صعبت عليه مرة جدا ومراته، فقال لمراته احنا عايزين نعمل معروف مع مراتي نخدمها، أنا أجيب لها الحاجة من السوبر ماركت وأنت تقوم على خدمتها في البيت، نظفي لها البيت وتغسلي لها هدومها وتظبطي لها عالم. المهم خدم مراته طلع عليها واستأجره وخبطه، احنا كذلك تحت واحنا يعني ايه عايزين نخدمك، حالتك الصوف تديها لنا في الورقه وانا اجيبها لك ومراتي هتقوم بخدمه البيت. المهم ايه الست غير مصدقه بتقول في حد كده في بشر كده، مين يدفع لكم الاجره؟ من يعطيكم الاجر مقابل هذه الخدمه؟ الراجل احنا مسلمين وده ديننا وده امر ربنا، يقول له ابدا لازم اعرف مين يدفع لهم الخدمه الاجر. الراجل اللي يحكي يقول كل ما اطلع عليها انا مراتي بتقول لي لازم اعرف مين يدفع لهم الاجر. يا وليه ما حدش بيدفع حاجه واحنا بنعمل الكلام ده حسب الله عز وجل؟ ابدا ما فيش بشر، ما سمعتش عن بشر عملوا كده 90 سنه لا رات ولا سمعت هذه النوعيه ولا عرفت جيرانها طول عمره وهي في حالها في حالها، ما رأت من بشر مثل هذا معروف. في الآخر بتستحلفه، الراجل حلف لها إن ما يأخذ من أحد شيء لا ولا مراته، والخدمة دي ديننا أمرنا بها كم إيه دينكم. فعرض على بعض كتيبات بتشرح الإسلام وخلقات الإسلام، الولية قرأت قنعت الدكتور زاهر إسلام، أسلمت بعد صلاة الظهر، علموها الصلاة خلاص تحملت وعلموها الصلاة، كان العصر أذن، صلت العصر والمغرب والعشاء وفاضت روحها ثم ثلاث صلوات فقط وفاضت روحها، غفر عليها ما تقدم من ذنبها، خلصت. لكن شوف الفجور بتاع الكفرة، بيتصلوا بنايه بشروك ابشر واحنا بنبشرك ان امك ماتت على الاسلام، ومكافأة لامك اللي ماتت على الاسلام سنتحمل نفقات تغسيلها وتكفينها ودفنها، مبالغ كبيرة لان بشرها تم تمليك بالسماء فهتكلف مبلغ كبير، فاحنا نوفر عليك المبلغ اكراما ليها عشان ندفنها مع المسلمين. شوفوا ولاد الحرام، قال لهم انتوا تخطفوا امي؟ تخطفوا جثه؟ تدفعوا لي كام؟ عشان ادوكم امي؟ اخذ يساومهم لغايه ما وصلهم ل 5000 دولار عشان يسلمهم الجثه. وافق المدير واخد الجثه يدفعوا من اخوان المسلمين. يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ يفهم بل زاد، وأن التوبة تجب وأن الهجرة تجب ما قبلها. اللي هاجر في سبيل الله وأكره على الخروج، كثير منا هاجروا مش في دور القسم، اللي خرج من بلده فرارا بدينه ونصرة لدين ربه هذه هجرة، ودي باقية لقيام الساعة لا توقف. صحيح الهجرة الأولى كانت من مكة إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد اليوم، أي لا هجرة بعد اليوم من مكة إلى المدينة، لكن حكم الهجرة باق إلى قيام الساعة. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض،
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم سنصر إلا المصطفين إلى أن قال ومن يهاجر في سبيل الله وجعل حكم باقي إلى خمس ساعة يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة حتى يستمر المسلم محافظا على دين الضخم في مكان يذهب إليه لكن لا يضحي بآخرته ولا يضحي بدينه يبقى أنا مكاني في أي مكان أو بقائي في أي مكان أو أقمت في أي مكان مرغوم بإقامة ديني وإظهار ديني تمكنت من الإقامة والإظهار خلاص لي أن أبقى في المكان المكان ضاق علي ولا أستطيع أن أقوم ديني ولا أظهر ديني يبقى الهجرة من هذا المكان واجبا ولو كان بلدي إلا أنا مولود فيه مش أي بلد بلد أصلا ما هاجر عليها اللي هاجر لله حفاظا على دينه الهجرة نفسها تجب ما قبلها ودي بشرى لكل من هجر بسبب عبادته وطاعته وصلت احنا ده موضوع ما شغلش بالي كثير مني وانا بفكر في حد اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله وان الهجره تجب ما قبلها وان الحج المبرور يجب ما قبله فادانا ثلاث فرص يعني لا تساويها الدنيا باسرها باسرها واضح معنى الخطير ده اذا ندرك الصحابه كلهم عصوا وخالف سيدنا عمر مع الاوائل المسلمين سيدنا عمر كان رقم 40 يوم اسلم لكن قبل ان يصبح من الاربعين كان ظالم وكان مفتري وكان معتدي كان عنده خالد اسمها زنيره ملك يمينه في الجاهليه اسلمت قبله سامها سوء العذاب ما نكل احد بملك يمين الله كما نكل عمرو زمير ملك يمين ازاي اسلمت من مين ده عمت عمر ازاي تصبر لدرجه عبد الله مسعود من اسلم خمس سنين كان يقول كنا في دار ارقم نقول لو اسلم حمار بن الخطاب من اسلم عمر من شده بطش المسلمين كان اشد المشركين بطش بين المسلمين أشد من أبو جهل خالد بس أبو جهل كبير في السن طاعش في الثمانين سيدنا عمر كان شاب من 26 سنة وفي قوة أبو جهل وعن جهيد أبو جهل وأشد من أبو جهل أبو جهل كان عقلية كبيرة من الصغير كان شاعر مبدع خطيب بارع إعلامي من الطراز الأول هم اللي قضوه الحكم ببلاش كان حكيم العلمي يعرف إزاي لبس حق باطل ويخدع أمه بحاله أبو جهل مش الصحيح دي ودخل سيدنا عمر شقيق أخوه سيدنا عمر شارب منه في الجاهلية وذلك سيدنا عمر كان أقوى من أبو جهل في عطائه لشدة شبابه وقوته خلوا عجز كبر فحتى مع عناده عمر جمع في عناده مع قوة الشباب فكان عمر أشد أسلم أسلم يجب مخبر تلصد وقس على هذا فلو ان الله اخذ العباد بمجرد الظلم لاهلك مليء الخلق لكن رب العباد عد اهلاكهم بظلمهم قبل بيان الحق لهم ظلم لهم فاقام الحجه بالرسل اقام البينات فمن استمر الظلم بعد البيان انت خلاص خلصت بقى صحابي ما تمشي واستمر يبقى ده ما بقاش لاصحابي بقى بقى لي وصف تاني ربنا سماه في القران مجرم سماه ايه يبقى مرحله الاجرام دي اللي جاب اخوه جاب المرحله اللي عندها يستحق الهلاك ولذلك ما اهلك الله احد من البشر الا مجرم ما في واحد هلك الا بعد وصول مرحله الاجرام رب العباد لخص لنا المرحله الثلاثه دي في ايات قال ولقد اهلكنا القرون من قبلكم كلها اللي هلكت بلا استثناء رب المادي يقسم ويأكد عليها بسلاسه ولقد اللي هو القسم هنا اي والله لقد اهلكنا الواو القسم قسم توكيد واللام في جواب قسم توكيد وقد التحقيق الثالث رب يقسم ويأكد بالسلاسه على هذه السنه ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا
المرحلة الأولى، وجاءتهم رسل البينات المرحلة الثانية، وما كانوا ليؤمنوا يعني بعد البيان كذلك نجزي القوم المجرمين. لم تستعد القرآن، ما في أمة هلكت عند هلاكها إلا نعتها الله بالأجر. لما ذكر عاد قال فلما رأوه رأوا السحاب خذ البيت سحاب الهلاك، قالوا هذا عرض منتمنا بل هم استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. لما أن قوم لوط قال وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم قوتكم إنهم سيتطهرون، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وقصة هذا، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ذكر بعد ظلم، ها، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، يعني اداله فرصة طويلة بعد ثم هنا يعني خد فترة طويلة لعله يتوب لعله يستغفر، فيش ثم أعرض عنها، ها، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وخسر هذا، تتبعوا كلمة الإجرام في القرآن ممكن عن طريق عم جوجل يكتب له المجرم أو المجرمين يطلع لك المواضع في القرآن. لا تكتر هذا الوصف إلا في حال هلاك، إذا ندرك، ها، فعشان وتعلموا برضه ينفعكم بالكلام ده في الزنات. جماعة بيسألوا هناك البعض دول يقول أنت إيه رأيك في الفرص الكبيرة؟ قلت له مجرم، فرحوا قوي أنا ما كفرتوش. الحمد لله غباوتهم رحمة من الله عليهم تخفيف من ربهم رحمة. مجرم خلاص خلص، ودي وصف تاني. فاللي ذكر ولا يذكر بعد ظلمه لا يسمى إلا مجرم. للأسف الشديد الكلمة دي بعضنا يستخدمها أولادها. الطفل الصغير لما عمل حركة غريبة يلا يا مجرم يلا يا مجرم، اوعى تقولها له، اوعى تقولها له سماحة المزورية، هتربيها على انه مجرم؟ ما ينفعش اخوانا. ولا ايه الشقاوة دي؟ الواد ده شقي، شقي دي ما راحش يهدم. لا كلمة مجرم نصب بها أولادنا ولا كلمة شقي نصب بها أولادنا. احذر الكلام ده في تربية الأولاد. فإذا ندرك، إذا خلاصة القول في الآية ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يبقى بين السنة دي اللي وضحها في الآية الأخرى اللي احنا إيه جمعناها في هذا السياق. ثم عقب ببيان صفة جلال وصفة جمال. والملحظ ذا كثير جدا في القرآن. رب العباد يعطي صفة جلال شديدة وبعدين صفة جمال عشان يخفف عنه. الرب ممكن يخذل، وذلك يقول ربك وربك الغني صفة جلال قوة. الغني مستغنى عنه كلنا، ممكن يبدنا بالكامل ولن يضره شيء. ايه يعني لما تبادل الارض اللي فيها هينقص من كده شيء؟ بل صحيح خسر. يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو ان اولكم واخركم انسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك منك شيئا، يا عبادي لو ان اولكم واخركم انسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك منك شيئا. خلصت. ولو اذهبنا كلنا وانهانا لن ينقص منكم شيئا. مش يذهبنا بس، ده يذهبنا يجيب غيرنا، وقصة لا هنا. صلح لهذا، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف بعض البشر كما أنشأكم ذرية قوم خليل. كان في ناس قبلكم وأنتم نشأت بعدهم. إيه المشكلة لما يخلص منكم يجيب غيركم؟ لا مشكلة. لا إشكال عنده. إن يشأ يذهبكم ويأتي بأخذكم قوم آخرون. عيين سهلة عليه. لكنه مع غناه واستغناه عن عباده
وصفة الغنى صفة ذات الله. فهو الغني وإن لم يعطي أحدا شيئا. صفة الغنى كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى صفة ذات الله. وصفة الفقر في المقابل لنا صفة ذات، لقوله تعالى يا الناس أنتم الفقراء إلى الله، وجاءت معرفة أنتم الفقراء إلى الله، أغنانا فقير إلى الله، والله الغني حميد والمستغنى عن الجميع، لا حد إلا واحد. طلب منا طعام شراب، ما أريد من رزقكم ولا تطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا ندرك ومستغنى عنا لا حاجة له إلينا، نحن اللي في أمس الحاجة إليه. الفقير محتاج والغني محتاج. الغني لو عنده كنوز الدنيا محتاج يحميها، محتاج يحرسها، محتاج يحافظ عليها، محتاج يحسن التصرف فيها، كل ده فيه في أمس الحاجة إلى ربنا. وضحت؟ إذا ندرك، وإلا قد يكون عندنا مال الدنيا ويحول بيننا وبينه لا ننتفع منه شيء. أنا أذكر لما كنا شباب كان عندنا مغني مشهور عبد الحليم حافظ العندليب، الله يرحمه الشيخ يوسف كان دائما يديه جنبه يقول لك العندليب. ها العندليب كان يعني فنان بالغ ممثل ومغني وجمع مليارات الأموال. ربنا ابتلاه بمرض في المعدة، في المعدة الأطباء منعوه من كل الطعام إلا الجبن القريش. فكان يقول عبارة عجيبة، يقول خذوا كل مالي واعطوني معدة تهضم الفول، نفسي أكل فول، نفسي أكل فول. ربنا بان يعطي إشارة لهذا المعنى حين يقول وحيد بينهم وبين ما يشتهون. تخيل يعطيك مال الدنيا ولا وكل ما تشتهي المال من اجله يحول بينك وبينه، ايه قيمه المال؟ هتعمل بيه ايه؟ وقد حيلك بينك وبين كل ما تشتهي، ايه قيمه الذهب وانت لا تستطيع ان تقوم؟ المجرم السامري اللي صنع العجل واضل بني اسرائيل، ربنا ابتلى المرض مرض جلدي، خلاصته ايه؟ أن تقول لمساس، يعني لمساس أي لمسة في جسمه آلام قاتلة. لمست إيده، لمست راسه، لمست رقبته، لمست ظهره، فماشي طوال اليوم عريان. إن جلس المقعدة نفسها آلام قاتلة. إن نام جسمه كله يولع. إن مسيته مراته يصوت. إن لمس الحيط يصوت. فمطلوب يقف ولا يلمس شيء ولا يلمس شيء. ايه قيمة حياته؟ ان يعيش عمره كله يقول لا مساس، يتمنى الموت ولا يجد. مع هذا المرض يتمنى الموت ولا يجد. خلاص مرض بسيط. ده اللي هو سامري يا استاذ؟ سامري. فاذهب فإن لك في الحياة، أي حياة الدنيا، أن تقول لا مساس طوال اليوم والنهار، ما حدش يمسني، ما حدش يمسني، ما حدش يعرف مني كده، أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا أن تخلف يوم القيامة. وضحت؟ مرض بسيط. ما أهوانا مع الله، وما أهوانا على الله، إن أجرمنا ما أهوانا على الله، مع ان احنا عبيده، لكن عبيده حال طاعتنا، حال اقرارنا بالالوهيه، حال انصياعنا لامره اللي اراد ان يسعدنا به ويقذنا به. لكن ابيت كل هذا، رفضت كل هذا، شفت كل هذا، منتظر ايه؟ ستكون على الله عز وجل يقينا. اذا كل ربك الغني ذو الرحمه، وهنا الترتيب، لما ذكر الغنى صفه جمال جلال جاء بعدها وصفة الجمال. وربك الغني ذو الرحمة، لم تلحظ هذا في معظم الآيات. رب العباد عايز يفتح فيها أبواب رحمات العبادة، يذكر صفة الجلال لجرم وقعوا فيه ويعقبها بصفة الجمال عشان يفتح لنا أبواب التوبة. حتى فتحة
الفتحة بسم الله الرحمن الرحيم صفة ايه؟ جمال. الرحمن الرحيم صفة جمال. الحمد لله رب العالمين صفة جلال. ما كان ممكن يقول ملك يوم الدين على طول. ملك يوم الدين صفة جلال تاني. فأعاد الرحمن الرحيم تاني بين الاثنين. يعني الله جمال الدين القاسم يقول العبارة دي يقول سبحان الله لما ذكر رب العالمين أرهب العالمين. فجاء الرحمن الرحيم ليخفف من رهبة اسم الجلال اسم صفة الجلال. جاء بيه مرة تانية. بعد ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم ما كان تكفي ذكرنا الرحمن الرحيم مرة. لا لا بعد رب العالمين يبقى تاني الرحمن الرحيم. وخس عن هذا القرآن. لما يهدد بشيء يأتي بعد من صفة الرحمة أو صفة من صفات الجمال. ها إن ربك عزيز غفور. عزيز صفة الجلال. بعد غفور صفة الجمال. وقس وهذا غالب. إلا في الموضع إن خلاص هيجري عقابة ها ولو ربك ها إنه ها عزيز ذو انتقام. دي دخلت في دائرة إيه بقى؟ دائرة النهاية. بعد ما خلاص فقد كل أمل وجاء المصير. وذلك تجد اجتماع صفتين من صفات الجلال تأتي دائما في العقوبات الأخرى. تلاحظ هذا النص في القرآن عجيب عجيب. التزيين في القرآن بذكر صفات الله عز وجل سبحان من نظمه. سبحان من نظم. كثير جدا تلاقي صفتين صفة الرحمة. غفور رحيم، عليم حكيم. لكن لما تجيب صفة جلال شديدة يعقبها بصفة جمال. إلا إذا كانت قصة انتهت ودخلنا في العقوبة فممكن يأتي بصفتين من صفات الجلال. وضحت؟ وهنا جاء بالأولى وربك الغني وعقب ذو الرحمة. ذو الرحمة ثم بين العزة فقال هي شد يذلكم وأتي بآخرين وما ذلك على الله العزيز. ها؟ إن شاء يذلكم أستخلف الموضع سنة هي شد يذلكم أستخلف بعد ما شاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. بس قال إنما توعدون قضية العقوبات والمستقبل اللي احنا قدرنا به كل لا محالة الآتي. وإنما في اللغة تفيد الحصر أي ليس لها وصف غير أنها آتية. لما يقول إنما تفيد الحصر وما وإلا تفيد الحصر. ففي أي موضع تلاقي إنما يبقى الأمر محصور. ما وإلا الأمر محصور. لما يقول فذكر إنما أنت مذكر يبقى دورك بس التذكير. افدت الحصر القصر. وما على الرسول الا البلاغ برضه افدت الحصر القصر. يبقى ما والا تفيد ما تفيده انما. عشان بس نفهم لغه القران لغه العرب. فانما توعدون لات انما للحصر. اي ليس لما توعد الوصف غيره انه مات. وما انتم بمعجزين. إذا جاء قدر الله من يعجزه؟ نحن شايفينه مجرد هزة بسيطة عملت زلزال قوته 7.4 الأرض انشقت بلعت بيوت أصحابها بأهلها بمن فيها من فيها. اللي ما وصلوش الشق الهزة نفسها هدت البيت على دماغه في لحظة. فبالك لو الهزه دي وصلت 9 بس مخصص وصلت 10 فين؟ تبلع مدن باكملها بلع لا ترى لها اثر ولا تراها عين خلاص انتهت قصه. وشايفين اهو بلاش هز ريح تعصف تضغط على ميه البحر
خليها تطلع فوق بس، تغلق الشوط، تعمل تسونامي. احنا بس ايه فاتحين لهم سلمات، تسونامي مش تسونامي، وبعدين ايه التسونامي ده؟ ما ده احنا عايزينها. انت متخيل ان ليه تضغط على الميه اللي في البحر الجاريه الهادئ اللي احنا بنطلع نستحمى عليه ونعوم ونطبش؟ مش كده ليه؟ ضغطه واحده بالريح خلصت، ترفع الميه لمغزه 200 300 متر، وممكن ترفعه 1000 متر كمان. تخيل مركب بارتفاع 1000 متر تدخل على البيوت، ايه اللي يقف قدامنا؟ انا رحت اندونيسيا عاملين بانوراما للتسونامي اللي حصل هناك، منظر مفزع مفزع مرعب. شوف منظر الميه، مجرد ما الريح عصفت ضغطت على الماء بتاع البحر وكم زلزال حصل شديد، واذا ماء البحر يطلع البحر بارتفاع 30 40 متر بس، بل بعضهم ذكر 50 متر. فانت متخيل ان البيت الدور عندنا كام؟ 3 متر، 50 متر اللي هتحط كام دور؟ اقسم على 3، وصلت 13 دور. تخيل العمارة ارتفاع 13 دور ما غطيتها. البيت الصغير بتاع فين؟ بل من عجائب اللي رأيتها بعين رأسي، سفينة ضخمة ضخمة مقدر وزنها ب 260 طن. السفينة دي عبارة عن مولد كهربائي حاطينه في البحر على المدينة اللي حصلت في السودان دي، اسمها مدينة بلد شيء. ده اللي بيولد الكهرباء المدينة كلها. المولد ده مع ارتفاع المية شالته المية ودخلت بيها على المدينة. لما انسحبت مرة ثانية نزلت المركب، نزلت فين؟ قدر الله نزلت وسط البيوت في مكان واسع. نزلت ثبتت تحت، مين يستطيع حملها ويرجعها البحر ثاني؟ رحت الشباب نفسه، سفينة ضخمة وحديد كتل حد كلها مرت كهرباء. اللي أطلب منها سفينة بالسفن العادية اللي هي بتاخد مثلا 50 60 واحد، المايه شالتها، فلما جت انسحبت دخلت بها المدينه، دخلت 5 متر 5 كيلو، الانتخاب دخل من البحر 5 كيلو جوه المدينه. فلما انسحبت المره الثانيه نزلت السفينه على سطح البيت. تروح تتفرج عليها الان على سطح البيت. ايات من ايات الله تشيد، حبه ريح، زلزال ممكن يعمل تسام. أين الإنسان؟ يشوف منظر البشر والمية داخلة بارتفاع عليهم وهم بيجروا عايزين يفروا. الكل بيجروا، شوف منظرهم بيجروا في الشوارع والمياه تلاحقهم. كل اللي بتوصل له المية انتهى. انتهى، راح فين؟ لا يعرف له أثر. أين الإنسان؟ وخلق الإنسان ضعيفا. إنما توعدون لآت. وما انتم معجزين. ده الجن اللي هم يعني عفره العفاريت، عفره الخلق، لما علموا هذه الحقائق قال عباره عجيبه، قال وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض. غلب على الظن ان احنا استحاله نعجز رب في الارض ولن نعجزه. هرب، كان يصلي السماء، فممكن حصل حاجه زي كده يفروا للسماء. قالوا حتى لي لن تنقذها هو زاد. فما بالك بانسان ما بيعرفش يفر ولا بيطير ولا ليها اجنحه؟ وصلت. وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا. اي هربا من الارض. طب هم يعرفوا يهربوا ويطيروا في الهواء. تعرف انت تطير؟ تعرف تفر؟ تروح فين؟ إذا ندرك إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم جاء
النصح على اثر هذا البان الشديد قل لكم اعملوا على مكانتكم يلقن الله نبيه الحجه في نصيحه خلقه قل يا قوم اعملوا على مكانتكم من قومه العالمين كل نبي له قومه ونبينا قومه العالمين لانه بعث العالمين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من ياتي عذاب يخزيه فاذا ندرك ان نعرف الحقيقه غدا حين نباغت بالنهايه وبالعقوبه وبالعذاب وعندها لن ينفعنا ندم ثم عرجت الايات شوف مع كل هذا البان والبان العالي جدا المقابل حال الانسان التائه السكران احنا سكر ملايين البشر سكارى من غير خمر حالهم حال التائه المسطول بلغه الجماعه الحشاشين عارف المسطول فانت ماشي على الارض وحولك مسطيل اللي عريان واللي بيصوت واللي بيرقص واللي بيغني كل دول يسموهم ايه؟ ها؟ كل دول في السطل في التوهان في الضلال في الغي يجعل مقابل هذا البان الربان كله ورسالات والنبوات والربوبية والالوهية مقابل ايه؟ يقول وجعلوا لله جمع الصوفية والدراويش والمسكين والقبار والأصول موجودة من زمان حتى في الجاهلية النوعية دي كانت موجودة وبتعمل نفسهم عباد لله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا عارفين في إله وعارفين هو اللي أعطاهم النعم وأعطاهم الثمر أعطاهم الحب والزرع طيب نعمل حاجة لله فيجي يطلعها زكواته يقول دي حصة ربنا لله وبعدين ودي حصة الآلهة بتاعتنا اللي هم اللي هو اخترعوه وبتعملوا نفسهم مسلمين مؤمنين مؤمنين ومؤمنين برب العالمين وبنطلع زكاة لله هو عايزين ايه تاني؟ دروشة على أعلى مستوى هي دي أم الدروشة وأب الدروشة وجد الدروشة بتاعتها وجعلوا لله مما زرع من حنعامها نصيبا فقالوا هذا اللي زعم وهذا مش مكان ده لله ده للسيد البدر ده لله ده للحسينين وده لله وده للسيد موجود الآن فقالوا هذا اللي زعم وهذا لشركائنا شوف بقى التعامل مع بعض فما كان لشركائهم فهو صمد اوعى أيوة لك بس عبد السيد اوعى أيوة تجنح حد السيد بدر وبعدين طب تعطي ربنا خلاص ماشي خذ منها ربنا سامح بل ياخذ من حق الله ويرجعه للسيد البدر ربنا يا رب سامح في دي بقى السيد ده عبدك المسكين وسامح في دي وسامح في دي حتى لا يبقوا لحق الله منه شيء شفت القسم ماشي ازاي؟ فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم ناس فلا صدق الله وما كان لله فهو واصل الى شركائهم يختم الله ببان حكمه فيقول ساء ما يحكمون قولي بس اخوانا تخيل الكلام ده كان بيقول الجاليه الاولى وللان موجود عندنا وعند المسلمين ويطلع من يدافع عن هؤلاء باستماته ومشايخ وعلماء وحكام دول مش طيبين بيصدقوا لله عايزين ايه ده يا شيخ اهل السنه وتبقى انت المتشدد المتزمت ولا بتتكلم في الطبيب دول انت بيعملوا لله هم بيعملوا اه بيعملوا مين؟ لشركائي
لمن ألهوهم وقدسوهم لمن ظنوا أن النفع والضر في أيديهم لا في يد الله. روح يا بنت للسيد وانظري النظر عشان ربنا يشفيكي عشان يرزقك من الورود. بيحصل ما حصلش. واحنا عندنا في مصر يعني ايه الايغال في عباده الاولياء تجاوزت مال شركائهم وجعل لهم نذرا من حرص عن نصيبا فقالوا هذا اللي بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان شركائي في نصر الله وما كان لا فرس شركائي ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. قتل أولادهم أيوه. ودي كانت عادات في الجاهلية والأسف الشديد إن بين الحين والحين هذه العادات تطل على البشرية برأسها. وللآن موجود قتل أيوه قتل. ليه؟ زنا مسلم. أنت إنك ده اللقمة بتاعتك في محصور هيشارك فيها؟ اخلص منها. جعل أهل الجاهلية الأولى منهم من باع ولده حتى لا يشاركون أكل وشرب. ومنهم من قتل ولده أو بنته حتى لا يشارك طعام شراب. دي بنت يا أخي امشي اخلص منها. اخلص منها عشان تاكل معها تشرب. تخيل المصيبة للآن بأسباب تافهة جدا ممكن يقتل الإنسان للآن في الهند عند الهندوس إذا مات الرجل يعتبر المرأة لا حق لها في الحياة بعد موته للآن. والكلام ده موجود ليه مقاطع حية تصف هذا المشهد. بيعمل إيه؟ الراجل مات يحطوه في النقش يجيبوا مراته ينيموها في التربة قبله ويحطوا نعش عليه ويردموا على الاثنين. لا تستحق الحياة بعد زوجها للآن. أين هيئات حقوق الإنسان؟ بس مع المسلمين عشان يستحلوا إدخال المعونات والمساعدات لمن يود أن يمكنوهم من رقاب المسلمين. أين هذا في الهند؟ حد بيتكلم؟ في إعلام بيصير ضجة حول هذا الموضوع؟ لا موجود موجود. وبعض الديانات عندهم تحرق اثنين يحرق الحي والميت بيحرقوه وعاملين طقوس عجيبة. ليه؟ بعد ما يحرقوه ياخذ تراب أبوه الرماد حطه في ازازه بقى ابوه معاه في ازازه. حصل موقف حكاوي لاحد الاخوه قال كان جار لي الهندي فما شاء الله عنه كم رهيب من التوابل. قال واحنا كل مره نقول له عمي عايزين توابل عايزين توابل. قال نزل اجازه هم عم شرخوا بعدين معاه في نفس المكان بس هو اللي يقولوا كل واحد يقول. قال فاحنا ايه لقينا ازاز قلنا فيها توابل خدنا ازازه وحطيناها على الاكل. بعد ما رجع قال مين خد الازازه هنا؟ انا دي توابل. توابل مين؟ الله يخرب بيتكم اكلته ابويا. اكلته ابويا ده ابويا. اما خدوا على التوابل ما عرفوش اكلته ابويا. مضحكات المبكيات إلى هذا الحد تعيش البشرية في هذا السفر والتيه والسكر. كما قالت على النبي الكلام السكر ما انتوش عند ده القرآن كده. قوم لوط لما جاء رسل ربك جايين يهلكوهم الملائكة وهم طالعين يجروا وراهم عايزين يفعلوا فعلة الفاحشة فيه يفتكوا بيه. وربنا صف المشهد النبي يقول له لعمرك وحياتك يا محمد وما اقصى مضحك احد الا رسول الله في هذا الوقت لعمرك انهم
لفي سكرتهم يعمهون. سمى فعلهم سكرة رغم مش خمر، سكرة. فاحنا عايشين فين دلوقتي؟ عم تستركوا القضية في خمارة كبيرة. مين السكر؟ المساطين. نسأل الله العفو والعافية، الحمد لله الذي هدانا لهذا بكل اهتمام ونظر. تخيل لولا نعمة الإسلام كنا احنا بقينا من دول لا عقل ولا دين. الله يرحمه ويشفيه. واحدة مجرمة صحفية كبيرة هاجت ومالت الكلام المخالف غريب جدا. نبيكم يقول ان النساء ناقصات عقل ودين. النساء وما رأيتم من ناقصات عقل ودين ها اسلموا لب رجل حزم كله. فجبت الحديث وازاي تقول المرأة ناقصة دي عقل واحنا عندنا نساء زي الفل، الدكتورة فلانة والاستاذة الدكتورة فلانة والاستاذ الدكتور فلان دي عقلها نص البوابة بتاعنا بتاع العمارة. فالشيخ كشك الله يرحمه قال لها يا بنتي اسمعي، الحديث قاله النبي لنسائه الصحابيات، فنساء النبي والصحابات كن خلاص عقل ودين، لكن انتن لا عقل ولا دين. لا عقل ولا دين، انت جبت النص هتجيبها فين؟ انتن لا عقل ولا دين. نسأل خلاص الوقت؟ ثلاث دقائق. لسه ثلاث دقائق. فالشاهد ان هذا سكر، هذا سكر. التصرفات هذه امام رب العالمين تنسب اليه على انها دينه. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم. مين اللي زين؟ شركاؤهم. خلي بالكم شركاؤهم هو الفاعل. وذلك جاءت مرفوعة. وكذلك زين لكثير من المشركين. يبقى مين زين؟ آخر الفاعل عن مفعول. وكذلك زين شركاء المشركين لأن المشركين قتل أولادهم شركاؤهم يولدون. قتل أولادهم يولدون. يبقى إذا شركاؤهم الفاعل. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ينزلهم أسفل سافلين وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فعند كل هذه الافعال افتراءات. يبقى اللي بيقسم المال ويدي جزء لله وجزء للسيد البدوي جزء لله وجزء لله العزة كل دول مفترين. ومش افتراء عادي، ده أسوأ الافتراء. ساء ما يفترون. ساء ما افترون. بس ثم تأتي الليلة بعدها سأمتلون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها. مش فقط في حق الله ده حتى يعني الافتراء وصل مع أولادهم ونساء. أولادهم ونساء لما قسم ممتلكاتهم ما عدلوا في شيء، لا مع النساء ولا مع الابناء. والله هذا بس مع ربنا مع الكل مع الكل. وجعلوا لله خلاص. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء. معنى ايه دي؟ اني اللي له حق التحليل والتحريم نحن لرب العالمين. والكلام ده ضع تحته كل حاكم استحل ان يشرع غير ما شرعه. وكل فقيه دستوري استحل ان يضع تشريع غير تشريع الله لعباد الله. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. وانعام حرمت ظهورها
وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. كل دي افتراءات، سيجزيهم بما كانوا يفترون. كل درة يفسد 60,000 دينار، كل ده دخل في الافتراء على الله. وقالوا ما في بطون هذا الأنعام خالصة لذكورنا. يبقى أولاد الأنعام قبل أن تولد يجعلها للرجال والنساء محرومة. لو ثبت أنها ماتت يبقى النسوان يورثوا الميتة. أنا لا، القرآن بيحكي واقع حصل مع البشر. هم دول البشر، دول أجدادنا اللي هببوا لباب طين ده، أجدادنا هم نزلوا القمر، أجداد أسلفنا. وقالوا ما في بطون هذا الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. فعند كل أفعالهم سفه ولا علم فيها، حق ولا سبيل لها إلى الحق. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وكذلك وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. في كل حال يبقى اللي جعلوا لله ند واللي تبرعوا أموالهم للآلهة وللأولياء راحوا فين؟ كل دول دخلوا. ولذلك تلحظ إن كلمة الافتراء أخذت الآية من بداية الآية. كل دول مفترين، مفترين على الله وعلى عباده. مش ظلم بس، ده مفترين، ظلمهم تجاوز كل الحدود. ما الظلم كله يبقى ليه عذر في ظلم، والرب أعذر بعض الظالمين. واحد جعان وطال اسمه ظلم، لكن أعذر الرب لبقى. وذلك حتى في الشريعة اللي سبق من أجل طعامه وشرابه أو علاج امرأته أو علاج ابنه أو ابن المريض لا يقوم على حد، لا يقوم على حد شرعا، لكن يقوم عليه من حد على من سرق وهو مستغني. فمش هتقطع ايدين كل الناس، لا، ايدين الكبار بس، العتاولة المفترين اللي عندهم اموال وغنى مصرين يسرقوا ونهبوا. وصلت؟ لكن سرق عشان ياكل ولا سرق اسرق اللي بياكل، ها؟ اسرق ايه؟ معزه؟ غير بيسرق مليارات. الله يرحمك يا شيخ كيش قاعد اتواسع. كان واحد راح بيساله فبقول له مولانا انا قال لي لقيت ماس عندنا في البلد في القريه اعمل ايه؟ قال لك لف البلد كلها تقول حدش ضيع له معزه لغايه ما تلاقيش حد خالص. انا ما لقيتش حد يرد عليا ولا يقول لي ضاعت لي معزه اعمل ايه؟ قال لك تبقى حلال لك. ما لقيتش حد خلاص، لكن لو حد اكتشف انك انت خدتها وهيجي لك تضمن. الراجل قال ده حلال خلاص. طيب فعمل ايه؟ لف البلد كلها وما حدش ضايع له معزه. حدش ضايع سبع البلد معزه دي بس معاه الا هو. نسال الله العافيه. اللهم اغفرك، اللهم رحمتك، اللهم انك عفو كرمتك بلا فاعفو عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اهدنا أمة المسلمين الى الحق، اللهم انصر الحق واهله واخذ الباطل حزبه، اللهم مكن لنا المسلمين في ارضك بدينك ومكن دينك في ارض بلادنا، اللهم انشر بنا دينك وانصر بنا دينك وانشر بنا عدلك بين عبادك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعد لأمة حبيبك محمد قوتها يا عزيز وعزتها
اللهم أعد لأمة محمد يا عزيز عزتها وقوتها وعافيتها وشوكتها وخلفتها الراشدة برحمة منك يا أرحم الراحمين. فك أسر المأسورين والمعتقلين. اللهم اربط على القلوب وأهل ذويهم. اللهم امض لنا من هجرتنا. اللهم لا تردنا على عقابنا. اللهم ثبت قلوبنا وأبنائنا ونساءنا المسلمين والمسلمات في غربتنا على دينك. اللهم صرف القلوب صرف كلنا طاعتك. اللهم انصر دينك وانصر منصر دينك. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سائر أرضك وبقاع أرضك. اللهم ارمي برمي الرمين المسلمين. اللهم قوي شوكة المسلمين. اللهم حرر أرض المسلمين من دنس الكفار المشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. واستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا في استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدين إن شاء الله المغرب بإذن الله تعالى. وغدا الفجر.